نخب في العلم وفي الفضل جاؤونا في أجمل وصل منحونا حبا يتسامى ووئاما يرفل بالبذل نخب في العلم وفي الفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أريد كاست. في أريد كاست سنستضيف في هذه الحلقة لقاء ودي مفتوح مع دكتور أحمد الضحيك، وهو باحث في مجال الطاقة في دولة قطر، ورئيس الحالي لنظام عليم للتعليم الإلكتروني في منصة أريد، وأيضا عضو الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد، ولديه الكثير من الإسهامات حقيقة رائعة في داخل منصة أريد وكذلك للحركة العلمية لناطقين بالعربية. فسنأخذ إن شاء الله تعالى هذا اللقاء الذي سنتحدث فيه مع بعض التجارب والتحديات والإنجازات والشخصيات التي تأثر بها لنستفيد من هذه التجربة حقيقة الشخصية والعلمية الواعدة. مرحبا دكتور أحمد. في البدء حقيقة حابين نتعرف على شخصية حضرتك، يعني البطاقة الشخصية، من هو الدكتور أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور يوسف على هذه الاستضافة، وكل الشكر لمنصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية على هذه الاستضافة، وهذا التشريف لي بأن أكون أحد ضيوف منصتكم الكريمة إن شاء الله. البطاقة الشخصية، الاسم الثلاثي أحمد عبد الرزاق الضحيك، أنا من مواليد حمص في سوريا في مدينة اسمها تلبيسة، تقع في الريف الشمالي لمدينة حمص. ولدت في شباط عام 1978، لوالدين متوسطي الحال. الوالد عبد الرزاق الضحيك كان يعمل في قطاع الجيش، مساعد أول في الجيش العربي السوري، وبحكم وظيفته كان يتنقل من عدة محافظات ضمن سوريا، ونحن بالمعية كنا نتنقل معه في أكثر من محافظة، فحياتي كانت متنقلة من عدة مدن في سوريا. لعل المدى الأكبر من حياتي عشته في حلب، حيث درست الابتدائية والإعدادية في مدرسة كانت على ما أذكر اسمها الشهيد أحمد عواد الشمي، كانت تتبع لي مساكن الضباط في ضباط كلية الجوية في رسم العبود. درست المرحلة الابتدائية وثم الإعدادية في هذه المدرسة إلى الصف العاشر تقريبا، ومن ثم عدت إلى مدينتي في تلبيسة حيث درست الثانوية العامة، ولله الحمد كان تفوقي في الثانوية العامة حيث كنت الثاني على الصف الحمد لله رب العالمين. ثم دخلت للجامعة. بصراحة كان أحد الأهداف في الدراسة هي دراسة طب الأسنان، ولكن سبحان الله بسبب المفاضلة يعني نقصني علامتين عن طب الأسنان، فراحت علي طب الأسنان ودخلت هندسة البترول. كنت أحب هندسة البترول أكثر من الهندسة المدنية، مع أن الهندسة المدنية كانت في المعدل أعلى من هندسة البترول. كان هذا لي هدف إن شاء الله سأذكره لكم بعد قليل. درست الحياة الجامعية كانت في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في سوريا 5 سنوات من 1996، وتخرجت في عام 2001. خلال حياتي الجامعية الحمد لله كنت من المتفوقين، حصلت على 3 سنوات على شهادة المتفوقين في السنة الثانية والثالثة والرابعة، وفي السنة الخامسة كنت ثاني على الدفعة الحمد لله. بعدها توظفت في الشركة العامة لمصفاة حمص كمهندس عمليات، كان هذا في عام 2001 على ما أذكر في شهر 9. مهندس العمليات كان في قطاع الهيدروجات، هو عبارة عن تخليص النفط الخام من الغاز H2S ثاني أكسيد ثاني حمض الكبريت، كان هذا عن طريق عملية المفاعلات والهدرجة ما تسمى. كان عمل صعب لأن الحياة في مصفاة حمص كان الوضع البيئي جدا جدا تعيس، فكان هذا يعطي آثار سلبية على الصحة النفسية. استمر في مصفاة حمص حوالي 2 سنين تقريبا إلى عام 2003،
صدرت المسابقة، مسابقة المعيدين، طلبوا في الجامعة معيدين بكفاءة عالية لإرسالهم للخارج لشهادة الدكتوراه. بصراحة كان أنا قدمت على المسابقة، ولكن كان التفاؤل شوي ضعيف بسبب المحسوبيات كانت تصير في 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 تلك الفترة. فكان هناك نوعين من البعثات العلمية، بعثات علمية لحساب الوزارات، وكانت مسابقة المعيدين هي للجامعات لإفادة الطلاب الحصول على الدكتوراه والعودة والعمل في الجامعة كأساتذة جامعيين. لله الحمد مسابقة المعيدين لم يكن فيها التأثير البالغ. كان الكراتير الأولى هي موضوع المعدل والعلامات، فالحمد لله حصلت على الـ على الـ على المنحة. كان مطلوب اختصاص في جيوكيمياء النفط والغاز. جيوكيمياء النفط والغاز هي عبارة عن دبل جيولوجي مع الكيمستري في دراسة النفط والغاز وتشكيله وتكوينه وكيف استقر في الخزانات النفطية والأمور هاي. والحمد لله حصلت على المنحة في عام 2003، وانتقلت من مصفات حمص إلى الجامعة وعدت كمعيد. درست في الجامعة لبعض الوقت، كنت أتابع دورة اللغة الإنجليزية في التوفل. كان هذا في الخروج إلى أذهب إلى بريطانيا وقيام بالدكتوراه في الجامعة. حصلت على قبول من جامعة نيوكاسل. جامعة نيوكاسل أوبون تاين هي الرقم واحد باختصاص الجيوكيمستري، بتروليوم جيوكيمستري. الحمد لله حصلت على القبول وبدأت بإجراءات الإفاد، ولكن للأسف عائق جديد حصل، موضوع التكلفة. فكان يجب أن تدفع الجامعة حوالي 13,000 باوند بالسنة، وهذا كان غير مقبول بالنسبة لجامعتنا في حمص. فتم تغيير وجهة الإفاد من بريطانيا إلى ألمانيا، وهذا شكل عبء جديد بموضوع دراسة اللغة من أول وجديد. فقمت بدراسة اللغة الألمانية، والحمد لله حصلنا على قبول من جامعة برلين التقنية، وفدت إلى ألمانيا في عام 2004، في نهاية 2004. حصلنا على شهادة الدكتوراه الحمد لله من جامعة برلين التقنية في هندسة النفط والغاز في عام 2010. كان الدفاع أذكر لحد الآن في 14-12-2010 في جامعة برلين في الكلية السادسة. كان يوم عظيم بصراحة، يعني إنجاز، كان بالنسبة لي إنجاز ضخم لله الحمد. ومثل ما عدت إلى سوريا في الشهر الثاني 2011، داومت بالجامعة وقمنا بموضوع تعديل الشهادة والتعيين في الجامعة. في الشهر الثالث 2011 حصل ما حصل في سوريا، وبدأت الأحداث والأمور صارت صعبة للعيش هناك. عدا عن أني موجود في منطقة، هي منطقة ريف حمص الشمالي، كانت محسوبة على الثورة وليس محسوبة على 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 النظام. فكان في بعض المضايقات من الكلية ومن من من حتى من الطريق أنت تسير للجامعة أو تعود إلى المنزل. فالهوية هوية سوريا حمص تلبيسة، فلذلك كانت العين موجودة على علي دائما. في شهر العاشر 2011 لله الحمد حصلت على عقد عمل هنا في قطر في شركة قطر للبترول كباحث في مركز البحوث والتكنولوجيا. وأتينا هنا ب 2010 ب 2011 بشهر 10 2011 15/10/2011 لحد الآن ما أتذكر التاريخ، كان يوم الجمعة. نعم 13 سنة الحمد لله في قطر، وأنا في نفس الشركة في شركة قطر الطاقة حاليا أعمل فيها كمهندس بترول. هذا باختصار أو بنوع من الاستفاضة. طيب دكتور، ما هي التحديات اللي مريت فيها في حياتك؟ يعني كل إنسان مر بمجموعة تحديات، منها أثناء فترة الدراسة، أثناء الماجستير، أثناء الدكتوراه، في الخارج، في الداخل، فممكن تطلعنا على هذه التحديات وكيف استطعت أن تحولها من المحن إلى المنح؟ التحديات كانت كبيرة بصراحة ومتعددة ومتشعبة وبمجالات مختلفة.
ممكن يكون التحدي الأكبر اللي واجهته وممكن لحد الآن أنا بواجهه هو موضوع الغربة. يعني أنا من عمر سنتين وردنا في حمص، وبحكم عمل الولد كان متنقل ومرتحل، فبعد سنتين ذهبنا إلى درعا في جنوب سوريا، ممكن عشنا فيه 3 سنوات، ثم إلى حلب حيث درست الابتدائية والإعدادية، ثم انتقلنا إلى حمص مرة أخرى. كان هذا نوع من الغربة الداخلية بطريقة أو بأخرى، فهو نوع من عدم الاستقرار كان. ثم أتى الإفاد الخارجي لألمانيا، فكان غربة خارجية. يعني بصراحة أنا إنسان شوي ممكن عاطفي، فعندي الحنين شوي درجته عالية شوي، فهذا كان بيأثر شوي على موضوع الأداء. هو أحد التحديات، ولكن الحمد لله حسنا نقلب التحديات إلى فرص. يعني how to convert the challenge to opportunity. وحضرتك عم تعرف إنه أغلب الناس اللي أبدع واللي اشتغل واللي نشوا حتى حنا نشوا خارج بلادهم، فسبحان الله النبتة بتقوى وبتكبر وبتثمر خارج تربتها أكثر ما هي داخل تربتها. فالحمد لله رب العالمين حقق نجاح كبير بألمانيا وحتى هون في قطر الحمد لله، بعيدا عن الوطن. طبعا أحد التحديات هي الكبيرة اللي أنا كنت بواجهها هي موضوع الغربة، ولا أخفيك يعني أنه يعني أخشى أنه الله سبحانه وتعالى يعني ينهي الحياة أيضا في الغربة. فالحمد لله رب العالمين على كل حال، كان هذا أكبر تحدي أنا بالنسبة لي واجهني. التحدي الأخرى كانت هي موضوع الدراسي، موضوع الأكاديمي. كانت نقلة نوعية بالنسبة لي هي موضوع الانتقال من سوريا، من موضوع الكلاسيكي الجامعي، موضوع التدريس بالكتب، البحث العلمي صفر، الأداء المؤسسي بالجامعات كان متدني جدا. فأن تنتهي من هذه البيئة البحثية القليلة الفعالية خلينا نقول إلى بيئة بحثية في ألمانيا من الهاي ستاندرز، من الدول المتقدمة جدا في موضوع البحث العلمي، فكان نقلة جدا جدا رهيبة بالنسبة لي. يعني من أول ناحية موضوع البحث العلمي نفسه، كيف التعاطي مع الأبحاث، كيف فهم الأبحاث، كيف نشر الأبحاث، كيف التعاطي مع الباحثين، المؤتمرات، الدورات، الكتب، المجال، كل هالمجالات كانت جديدة بالنسبة لنا. ناهيك عن موضوع اللغة، اللغة الألمانية هي اللغة يعني لحد الآن أنا بحس أنها صعبة. يعني كان عندي وقت قليل جدا لتحضير اللغة الألمانية بحكم أنا كنت موفد لبريطانيا ثم تحول إفادي إلى ألمانيا، فخلال 4 شهور كان لازم أتعلم اللغة وأخذ فيها مستوى جيد يعني A1 أو A2 حتى أحصل الفيزا وأطلع على ألمانيا. فكان تحدي كبير خلال 4 شهور أحصل هذا المستوى اللغوي. الحمد لله رب العالمين كان كمان أحد الأمور اللي كما بفتخر فيه أنه خلال 4 شهور أحصل على شهادة جوتا في اللغة الألمانية اللي مكنتني من السفر إلى ألمانيا. ولكن هي مو كانت كل شيء، اللغة الألمانية كانت هي بحر، وكانت اللغة نفسها لغة صعبة، فتعلم لغة جديدة في وقت قصير والدراسة فيها ما كان بالأمر سهل. عانينا كثير موضوع اللغة، موضوع تعديل المواد من الدبلوم السوري للدبلوم الألماني، درس 6 مواد تقريبا، 3 باللغة الإنجليزية و3 باللغة الألمانية لحتى قدرنا تصير الشهادة السورية الدبلوم السوري معادل للدبلوم الألماني لحتى نسجل في الدكتوراه. الموضوع التحدي الثالث كان في ألمانيا نفسها، هو موضوع الكومبيتيشن كان موجود صحيح. فكان في عنا باحثين من مختلف الدول الأوروبية، فكان المفروض أن تبني أو تثبت جدارتك بالمركز الأبحاث مع هالمنافسة الكبيرة هاي. درست الدكتوراه أنا في معهد علوم الأرض، معهد الألماني لأبحاث علوم الأرض GFZ في بوتسدام بجانب برلين، وهذا المعهد كان من أبرز المعاهد البحثية ضمن جمعية اسمها جمعية هيلمهولتز، العالم الألماني الشهير أعطوا اسمه لجمعية اللي بتشكل أو بتألف أكبر عدد من مراكز أبحاث موجودة في ألمانيا.
هيلمهولتز جيماين شافت، فكان جيفز ذو احده وهو من اهمه. فموضوع انك تثبت جدارتك في هذه البيئه البحثيه وانت جاي من ما بقول لك من الصفر، ممكن من تحت الصفر، موضوع البحث العلمي كان تحدي كثير كثير كبير. لله الحمد قدرنا نتجاوزه بالجد والمثابره والقراءه والبحث والعلاقات مع الطاقم البحثي والطاقم العلمي والطاقم الاكاديمي كان موجود معنا بالجامعه وفي مركز الابحاث الحمد لله. تنصح الطلاب يذهبون لألمانيا يدرسون في ألمانيا؟ الدراسة في ألمانيا دراسة بصراحة بمستوى عالي جدا. السيستم الألماني، النظام الألماني في التعليم هو نظام فريد. وبالنسبة للمواد اللي أو الدروس اللي تعطى للطلاب كانت في مستويات متعددة. ففي عندهم بالنسبة حتى البكالوريو، البكالوريو الأبيتور تقال في اللغة الألمانية، هي لعدة مستويات. حتى بحسب مستوى الطالب ممكن يكون مستوى عالي جدا فيدخل بياخذ ابيتور بنوع معين بتاهله للدخول للجامعه والاكاديميا اذا هو في عنده فكر اكاديمي مستقبلي بحثي. اذا كان شوي ميال للعلوم التطبيقيه فكمان في عنده الابيتور او الشهاده الثانويه من نوع اخر كمان كان يدخل فيها، هي بتكون بتركز على الجوانب العمليه والتطبيقيه اكثر. الدراسة في ألمانيا بتعطيك ثقة بنفسك وثقة ببحثك وثقة بعلمك. لأن الجامعات الألمانية والمعاهد الألمانية كلها معاهد وجامعات رصينة وفي عندها ستاندر عالي جدا من التصنيف. فكدراسة وأكيد كشهادة بقترح أو ممكن شو كانت الكلمة؟ بشجع نعم بشجع ممكن أنا أشجع الطلاب تذهب لألمانيا، وحتى أنا واحد منهم. أنا درست في ألمانيا وأخذت شهادة دكتوراه، ولا حاليا عندي ابني محمد أخذ البكالوريا هون في قطر وحاليا ذهب إلى ألمانيا لاستكمال دراسة في الذكاء الاصطناعي. فأنا يعني من الداعمين للموضوع. طبعا أكيد في تحديات كبيرة رح تواجه الشاب، موضوع البيئة، موضوع المجتمع، موضوع الدين، موضوع الأخلاق، مواضيع جدا جدا كبيرة وتحديات بصراحة ضخمة. ولكن الإنسان الواثق من نفسه والواثق من ابنه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيسر له الخير وبيوفقه لحتى ينال الشهادة وينال العلم ويرجع لبلده بأعلى المستويات. طيب ما هي الإنجازات دكتور أحمد؟ يعني إنجازاتك العلمية التي تفتخر فيها لو سئلت حول إنجازاتك، إن كان على صعيد البحوث العلمية، التأليف، الكتب، براءة الاختراع، يمكن يعني تحدثنا عن هذه الإنجازات لطفا. بالنسبة للإنجازات العلمية بصراحة هي شوي ما بدي أقول إنها كثيرة ولا ضحلة ولكن متعددة بحكم أنا موجود في ما موجود 100% بالبحث العلمي ولا بالخط الأكاديمي. يعني حاليا بعد ما ترك ما خطت شهادة دكتوراه ودرست في 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 جامعة في حمص وانتقلت إلى قطر، أعمل الآن في شركة نفط. فكان اتجهت للعمل العملي أكثر من العمل الأكاديمي. وهي بصراحة كمان كانت نقطة إيجابية إن موضوع الموائمة ومزاوجة العلم النظري مع العلم التطبيقي فكان له افاق كثير كثير كويسه وحلوه ومستقبليا ان شاء الله تكون افضل. عاده على انجازات يعني ممكن يكون تضحك موضوع، اول انجاز انا بعتبره كان هو شهاده الصف التاسع. ايش معنى يعني الصف التاسع؟ احنا كنا في مدرسه في حلب، كانت مدرسة مختلطة وكان فيها من كل الأعراق وكل الأجناس في سوريا. كما تعلم يعني سوريا خليط غريب، بتوقع ما في دولة في العالم فيها الخليط مثل الخليط الموجود في سوريا. أعراق متعددة، ديانات متعددة، أثنيات متعددة، مذاهب متعددة، والكل عايشين بمجتمع واحد ومثل عائلة واحدة. ولكن مع هالشيء فكان ببعض المراحل يبين موضوع الفروقات وموضوع الدعم ناس حساب ناس صراحة.
فبصف التاسع كنا موجودين مجموعة من الطلاب الزملاء يعني، فمن مختلف الأطياف موجودين، من حمص، من حلب، من دمشق، من اللاذقية، من طرطوس، من كل الأجناس. فللأسف كان موضوع الأساتذة الموجودين والمعلمين كانوا بفضلوا ناس على حساب ناس تانين، فكان في عندهم بعض الأشخاص المعينين يعني معينين هن بيعتبرون هن رقم واحد، فكان الدعم لهم والثناء لهم، وحتى موضوع المساعدة كانت لهم يعني، موضوع المساعدة العلمية خلينا والتدريسية يعني، بحكم أحدهم كان ابن ضابط كبير أو الثاني كان ابن مثلا مسؤول كبير. فلسه هذا الشيء هذا صار في تحدي بالنسبة لي يعني، حتى في مرحلة مراحل بتحس نفسك أنك يعني هل أنت ممكن تتجاوز أحد هالأشخاص، لأن هن حاطونا صورة عن هالأشخاص أو الطلاب اللي مثلنا مثلهم أنه هن يعني سوبرمان يعني، أنه أشخاص خارقين ما ممكن أنت تتجاوزهم. ففي نحن في سوريا الصف التاسع هو عبارة عن شهادة انتقال مرحلة إلى مرحلة، واعتمادها عليها بتحدد مسارك، هل بتدخل بمسار العلمي الأكاديمي بالتابع أو بتروح على مسار التطبيق الصناعي. فالتحدي الكبير كان أنك أنت تنجح وتتفوق على هالأشخاص اللي عطوك الأساتذة والمعلمين انطباع أنه هن أحسن منك أو هن أفهم منك أو أذكى منك بكثير يعني. فلله الحمد يعني الله سبحانه وفقنا حتى أخذنا شهادة التاسع الحمد لله، وتفوقنا على زملائنا اللي كانوا بالصف. فعندي أخي، يمكن أول مرة بذكر القصة، عندي أخوي توأم كنا وياه بنفس الصف، فهو أخذ الأول على المدرسة وأنا أخذ الثالث، فدخلت بنت بيناتنا بفرق علامة واحدة. فكان هذا بصراحة ممكن أعتبره أول إنجاز ملموس إلي على بالناحية العلمية والأكاديمية. طبعا لا شك موضوع دخولي للجامعة كان علامة فارقة. أنا كنت من الأوائل في الشهادة الثانوية. في سوريا كان في ولحد الآن موجود الجامعات العادية والحكومة والجامعات الخاصة، وكان في معاهد متخصصة. أحد المعاهد اللي كان له صيت واسع في سوريا اسمه معهد العالي للبحوث التطبيقية والتكنولوجيا، للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، هذا مركز البحوث العلمية يسمى. المركز هذا هو له ارتباط مباشر مع قصر الجمهوري، فكان عليه الدعم الكبير، وكان ما يدخلوا إلا الناس النخبة. فبعد الشهادة الثانوية كان في امتحانات بالفيزياء والكيمياء والرياضيات والإنجليزي، وكان في مقابلات، فما أي شخص ممكن يدخل مركز البحوث البحوث العلمية. فبصراحة هذه التحديات اللي أخذتها على عاتقي أنا أنه لازم أدخل على المعهد. فسجلنا بالمعهد، كان حكي بعام 1996، والحمد لله تجاوزنا الاختبارات ونقبلت بالمعهد. المعهد البحوث العلمية بحكم حساسيته وارتباطه بالقصر الجمهوري، فالمشاريع كانت موجودة فيها مشاريع يعني يمكن توب سيكريت يعني، كلها بتكون سرية، فمحاطة بسرية كاملة. فذاك الأشخاص اللي بيدخلوا على النوع من المعاهد البحثية لازم يكونوا منتقى يعني منتقين بطريقة يعني بعناية فائقة. فكانت الدراسات يعني كل الأشخاص اللي تحضر، أنه شخص أحمد الضحيق مين هو، شو توجهاته، أهله، أعمامه، أخواله. يعني بتذكر الاستمارات اللي عبيتها أثناء التقديم يعني ممكن توصل 1 كيلو. أخوالك، أولاد أخوالك، زوجات أخوالك، أعمامك، زوجات عماتك، أولادهم، بناتهم شو بيشتغلوا، حتى أزواجهم شو بيشتغلوا، الأصدقاء، الجيران، التوجهات السياسية، التوجهات الحزبية. يعني أسئلة كانت جدا جدا غريبة. فالحمد لله تجاوزنا كل هالمراحل هاي ودخلنا وبلشت دوام في 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 المعهد البحوث العلمية. كان معهد عبارة عن إفاد داخلي، بتاخذ راتب كان بتوقع 3000 ليرة سوري تقريبا، بتدفع منه أجار السكن والأكل والشرب والمواصلات. فهي عبارة عنه مثل بتدرس ببلاش، إنه تاخذ راتب وممكن تخفف موضوع الآباء المالية على الأهل يعني. بعد دخولي للمعهد لي بفترة أقل من شهر يعني اكتشفت أنه أنا ماني هون.
أنا أخذت التحدي أدخل ودخلت وأثبتت إنه هذا إنجاز وأنا دخلت، ولكن أنا ما هذا مكاني. يعني موضوع الضغوط اللي عم تصير على الطلاب بالمعهد وعلى حتى المعلمين والمدرسين كانت ضغوط هائل جدا، فما أعطاني راحة نفسية للاستمرار فيه، فانسحبت المعهد ورحت للكلية، كلية هندسة كيمياء البترولية، ودرست فيها كطالب عادي. وهي الشغلة كانت ممكن تكون سبحان الله لخير. يعني والدي رحمة الله عليه كان دائما يعني يشجعنا موضوع العلم، كان يحب العلم. هو ما كان يعني أخذ شهادة جامعية، ولكن كان يحب العلم، كان يقرأ كثير، وكان في عنا مكتبة في سوريا، فكان يعني يشجعنا على القراءة وإنه أنتوا حاليا سلكتوا طريق العلم وما في عندكم مصلحة أخرى في المنطق الشعبي يعني، فأنت إذا بدك تعيش وبدك تستمر فلازم تكمل الطريق للآخر. فأنت هلأ وصلت للبكالوريا مثلاً لمنطقة 18، فما تقدر تعمل شيء تاني في حياتك غير أنك تستمر في الطريق، فلازم تجد وتجتهد فيه وتوصل لأعلى المستويات فيه. ففي عنا في 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 تربية دكتور كمان، كمان دكتور في الجامعة كمان، دكتور أحمد اسمه، دكتور أحمد الشيخ حمود رحمة الله عليه، فكان هو دكتور في كلية هندسة كيمياء البترولية، فرحمة الله الوالد اللي خلي الدكتور أحمد مثل قدوة لك، حاول تصير مثله. ان شاء الله يعني ان شاء الله دخلت معهد البحوث، بعدين سبحان الله قررت ان اترك المعهد وارجع للجامعه، ورجعت عند هندسة كيميائية البترولية ودرست في قسم هندسة البترول. الدكتور احمد درسني، وصرنا بعدين بعد ما تخرجنا زملاء. وبعدين انتقلت على مصفاة حمص، درست فيها، اشتغلت في مصفاة حمص. بعد سنة تقريبا الدكتور أحمد بترك الجامعة وبروح على على مصفاة حمص كمدير عام للمصفاة. فقلت سبحان الله، يعني لو سبحان الله الوالد كان حي إنه حققت له بعض من 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 ما كان شايفه فيني. الحمد لله. فهذا ممكن كمان إنجاز تاني إنه أنا قدرت أوصل، ممكن يكون رغبة، ممكن يكون حلم، ممكن يكون شيء كان والدي زارعه فيني. موضوع الدكتوراه نفسه بحد ذاته كان إنجاز، مثل ما حكيت من شوي إنه وجودك ببيئة بحثية جديدة ومجتمع جديد وبلغة جديدة وناس جديدين وتقدر تثبت جدارتك وتأخذ الدكتوراه عن جدارة، كان موضوع مش بالأمر السهل، وكان هذا أحد الإنجازات الحمد لله اللي بفتخر فيها بحياتي. موضوع الدكتوراه كان هو عن الأنظمة النفطية في سوريا. الاختصاص تبعي كان هو جيوكيمياء نفط الغاز مثل ما حكيت لكم شوي، فهو عبارة عن مزج العلم الجيولوجي مع علم الكيمستري، وكيف تقدر تطبق القوانين العلوم الكيميائية بالانجيولوجيكال كونتكست يعني، وكيف موضوع النفط، تشكيل النفط، تكوين النفط، الهجرة النفط، كيف النفط تخزن، وبعدين شو المواصفات تبع النفط. أحد الشغلات كمان كان ممكن أحد الإنجازات الموجودة ضمن مرحلة الدكتوراه أنه الحقل النفطي بسوريا في موضوع حوض الفرات اللي أخذته كمثال للدراسة. الطبقات النفطية كانت موجودة في نطاق معين، خلينا نقول 2000-2500 متر تحت سطح الأرض، تابعة لعصر الكريتاسي، عصر الطبشوري. والصخر المولد للنفط كان معروف انه هذا الصخر الرماح هو الصخر المولد للنفط، والنفط الموجود من هذا الصخر فقط. خلال الدراسة اخذت عينات من هذه الطبقات والطبقات على عمق اكبر، وحللتها كيميائيا وجيوكيميائيا، فاكتشفت انه لا، في عندي بعض السيجنيتشرز الموجودة به النفط تتبع لعصر وعمر غير العمر الحق الصخر المولد المعروف اللي هو الرماح. فذهبت اعمق من الرماح للباليوزويك لحوالي 5000 متر تقريبا تحت، فوجدنا صخر ام مولد اخر، وتقريبا تطابقت السيجنيتشرز الموجوده في هذا النفط مع الصخر المولد. فكان احد نتائج الدراسه البحث انه في عندي صخر مولد ثاني موجود ضمن النظام النفطي، فهذا يؤدي انه في عندي خزانات نفطية ثانية موجودة في هي في هذه المنطقة، ففي عندك انت اكسبلوريشن بوتنشال زيادة.
واحد الشركات النفطيه كانت شغاله عامله في سوريا شركه الفراتي بين شركه شيل وشركه سوريا النفط، فكان عندي احد المشرفين من شركه شيل، فهذا الشخص اخذ نتائج الدراسه وبعثها للشركه شركه الفرات انه في عندنا دراسه اكاديميه بتقول انه ممكن يكون في عندي خزانات نفطيه تحت ال 2500 متر. وبالفعل عملوا حفر ابار جديده لبعد 5000 بعد 2500 و3000 متر وجدوا خزانات نفطيه جديده، فكان عباره عن يعني تطبيق مباشر للدراسه، فكان احد للبحث في في في, في, في سوريا، فكان هذا بالفعل انجاز حلو. كمان ربطا بهذا الانجاز، انجاز ثاني انا كمان كثير بفتخر في موضوع تسجيل اول بارد اختراع انا سجلته في 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 حياتي العلميه والمهنيه لحد الان، وان شاء الله تتبعها براءات اخرى. براءه الاختراع كانت هي عباره عن تحويل تقنيه موجوده في الطب، في تحليل دي ان اي طبعا للهيومن بينجز اسمها الالكتروفوريسيس. التقنيه بتعتمد على موضوع تحليل الدي ان اي والبروتينات الموجوده بتقنيه الالكتروفوريسيس، موضوع الشوارد وال وبتعطي نتائج سريعه ونتائج دقيقه. نعم. فنحن في القطاع النفطي في الجيوكيمستري في عندنا بعض التولز مثل الجي سي ام اس والجي سي اف اي دي الغازو كروماتوغرافي. بدك تاخذ العينه النفطيه وتعمل لها التحضير في المخبر وبعض البريبريشنز لحتى تقدر تعمل لها تحليل، والتحليل بياخذ وقت لحتى تحصل على النتيجه. فكان نحن الفكره انه هل ممكن نطبق هالتقنيه تبع الميديكال في الاويل اند غاز. بالفعل عملنا مشروع فكان مع شركه فرنسيه وفي شركه بريطانيه كانت هي العامله كثير براءة اختراع بهالمجالات، هي شركه طبيه كانت. فعملنا بعض البروف اوف كونسبت في المخبر، جبنا عينات نفطيه وعملنا تحاليل بهال تقنيه الالكتروفوريسيس، وعملنا كومباريزن بين النتائج الالكتروفوريسيس بالبيوميديكال ريسيرش مع الجيوكيمستري مع الكونفشنال تولز، فلقينا تطابق جدا جدا كويس جدا حلو. فالالكتروفوريسيس اعطتنا نتائج ريلايبل وريبيتابل وبنفس الوقت فيري فاست، بدل ما تستنى يومين وثلاثة وأربعة تحصل نتيجة فممكن تأخذها أنت بثواني. جميل. فسجلنا براءة اختراع في هذا في هذه التقنية. نعم. وكان الهدف الأبعد موضوع نعمل بروتوتايب، بعد البروتوتايب نعمل كوميرشاليزيشن للجهاز، ولكن للأسف يعني حالة الظروف دون ذلك بسبب مركز الأبحاث ما عاد استمر بالعمل يعني. فكان هي أحد الإنجازات اللي أنا عملتها في حياتي. حاليا يعني ممكن الإنجاز الأول والمستمر والممتد وجودي كأب، يعني أنا بعتبر أنه وجودك أب وعندك عائلة وأسرة متوازنة، عنده صبيان وبنتين خير عندك، فوجود العائلة هي نفسها حد يعني بحد ذاتها إنجاز. وجودك أنت في بيئة مريحة، وجودك مع أبناء مع عائلة يعني تتفهم وتفهموك، كانوا معنا في ألمانيا وعانوا كتير بصراحة لحتى حصلنا على الشهادة واخذنا الدكتوراه وبعدين بالعمل وموضوع الغربة. فأعتبر أكبر إنجاز هو أن تكون أنت في بيئة آمنة، في عائلة متكاملة ومتفاهمة. ما شاء الله، أحسنت. طيب دكتور، لو تحدثنا حول محطات في الذاكرة، يعني محطاتك اللي مريت فيها في حياتك التي طبعا لا تنسى، من ضمنها شخصيات أو كتب أو مؤلفات كان لها أثر في شخصية الدكتور أحمد. الشخصيات اللي مروا علي في حياتي كثيرة، ولكن التأثر والتأثير بتبع حسب يعني متعدد ومختلف حسب الأهمية وحسب ممكن التعاشر نفسه يكون أو مدى التصاقك أو مدى تعاملك مع الشخص. ممكن الشخص الأول اللي تأثرت فيه بدون ما ألقيه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله كان هو يعني لحد الآن القدوة الكبيرة والنور العظيم اللي ما ممكن شخص
يتعرف عليه ولو عن بعد إلا يحبه ويحب يمشي على سيرته وعلى هديه صلى الله عليه وسلم. أي يعني حديث بسمعه، أي تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم بحاول أقلده، لأنه الإنسان هذا إنسان عظيم كما قال رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم. فإنسان بهذا عظم هذا الشرف، نحن نتشرف أن نتأثر به صلى الله عليه وسلم. فهو يعني القدوة الأولى والمثل الأعلى، وأي تصرف وأي عمل هل أنا تأثرت فيه في هذا العمل، هل أتبع هدي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل أو لا. فكان ولا زال وإن شاء الله سيبقى أنه رقم واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربطا في هذا الكلام، قرأت كتاب ممكن من القلائل اللي قرأت الكتب فيها، اسمه كتاب الماء الأوائل، مايكل هارت. الماء الأوائل. فالكاتب الأمريكي اسمه مايكل هارت في تاريخ البشرية بيحط أول شخص، أول 100 شخصية عظيمة خلال التاريخ من بدء الخليقة لحد يومنا هذا يعني، وبيصنفهم حسب معايير واضحة لكل الشخصيات هاي. عنده معايير دينية، عنده معايير دنيوية، عنده معايير علمية، عنده معايير قيادية، معايير أخلاقية، معايير مختلفة جدا. فبكتب هو في مقدمة الكتاب يعني أنه الناس قد يستغربون اختياري شخصية، هي شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون الأعظم في البشرية. ولكن هو الشخص الوحيد اللي نجح على الصعيدين الديني والدنيوي. ف يعني مايكل هارت يعني شخصية فذة يعني، وعالم كبير وغير مسلم. فأنه شخص مثل هذا يحط كرايتيريا معينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو رقم واحد في البشرية، فهذا شيء أكيد جدا جدا ضخم يعني. الأشخاص اللي تأثرت فيهم أكيد الوالدين، يا رحمة الله عليه، أبي كان له التأثير الكبير والواضح على شخصيتي يعني، حتى الشخصية الاجتماعية والشخصية العلمية، بحكم محبته للثقافة والعلم وتشجيع دائما للقراءة والكتابة. طبعا الكتب الأولى اللي قريتها هي كانت من مكتبته، فبتوقع بالضبط أول رواية قريتها هي من مكتبته، هي رواية مموزين للدكتور البوطي رحمة الله عليه. يعني كانت هي رواية الدكتور البوطي بيعرف عليها، هي قصة حب النبتة في الأرض وإناع في السماء. فكانت رواية حلوة جدا وعظيمة، هي من التراث الكردي. الدكتور البوطي أصله كردي، محمد سعيد رمضان البوطي. نعم، فكانت هي رواية يعني جدا حلوة وبتعلقك، فأنا قريتها مرات ومرات. حتى بصراحة أوقات صرت يعني أحس نفسي مكان البطل ممو، وكيف كانت تجري الأحداث معه إلى الحالة، وبعض الكتب الأخرى في الشعر وغير الشعر يعني. فوالدي كان له تأثير كثير كبير على شخصيتي، هو بحكم كان كمان كثير الأسفار بحكم عمله، فكان شخص طيب، كان شخص محب، كان شخص يعني دمث جدا يعني، كل من عاشره أحبه يعني. فممكن أخذ بعض الخصال منه بهالمجال. والدتي الله يرحمها كانت كمان من الشخصيات القلائل اللي كتير أثروا فيني. ممكن أكثر شيء أثرت فيني هي بموضوع وفاتها رحمة الله عليها. وفاتها أنا كنت في ألمانيا، فما قدرت أشوفه قدر يتوفت. يعني كانت لها أثر في أثناء حياته وفي بعد مماتها رحمة الله عليها. طبعا بالنسبة للشخصيات العلمية في كتير، طبعا ما بنسى المشرفين عليه في الدكتوراه، بروفيسور براين هوسفيلد، هاينز فيلكس، وبروفيسور هانس ماتر شولز، وبروفيسور فيلهم دومينيك، كانوا هن الموجهين إلي في الدكتوراه. دكتور براين كان هو يعني بالفعل يعني هو دكتور فاتر بيقولوا له في الألماني، المشرف الفاتر هو الأب يعني أبو الدكتوراه، فهو بالفعل بيكون أب بالنسبة لك في مرحلة الدكتوراه يعني. بيعلمك خطوة بخطوة، بيعلمك كيف تبني
ذاتك، كيف تبني شخصيتك العلمية، كيف تبني شخصيتك الأكاديمية والبحثية بنفس الوقت. فكان له تأثير كتير كتير كبير علي. في أشخاص كتير مروا بحياتنا، يعني ممكن أشخاص، يعني ممكن تستغرب زي قلت لك، ممكن أشخاص يكونوا أعداء لك وتستفيد منهم، فممكن تسمي هذا الشخصية شخصية مهمة بحياته، يعني أشخاص تمام، فهو الشخصية هي عدائية لك وما بتحبك أو حتى تضمنك الشر، ممكن تكون حاولت تأذيك بمرحلة المراحل، ولكن موجودة بهالمنطقة ومحاولة إيذاء لك نورت لك جوانب أنت ما كنت شايفها، فممكن تقول شكرا. جميل. ممكن تقول شكرا في مرحلة المراحل يعني. في عندي أصدقاء كثير الحمد لله رب العالمين، وكان لهم تأثير إيجابي على شخصيتي وعلى تعاملي مع الناس، سواء كان في حمص في مدينة تلبيس أو حتى في ألمانيا. حكينا دفعة كبيرة في طلاب دكتوراه خرجنا لألمانيا، فكان في كثير من الناس كلها عقول مختارة منتقات بعناية من الجامعات السورية لإفادة لألمانيا للحصول على شهادة الدكتوراه، فكانت كلها إضافات بالنسبة لي. ممكن يكون أحد الإنجازات اللي أنا ما ذكرته ممكن هلأ ذكرته هو كان لطيف يعني. هو أنا بعام 2009 أسست أو عملت شيء اسمه ملتقى العلمي للطلاب السوريين في ألمانيا. الملتقى العلمي كان هو عبارة عن مؤتمر أول مرة بصير، حاولت أجمع فيه كل الطلاب الدكتوراه اللي ذهبين لألمانيا وعملوا اختصاصات متعددة في مجالات متنوعة، جمعوا في مكان واحد في محاضرات في بوسترات، خلينا نفرجي الألمان والجامعات الألمانية إنه العقل السوري كيف بيشتغل، والطالب السوري وين وصل، وإنه كم عدد السوريين الموجودين في ألمانيا اللي عملوا أبحاث اللي عم تفيد الدولة السورية وعم تفيد الدولة الألمانية. فبصراحة كان هذا المؤتمر أحد الإنجازات اللي بالفعل بعتز فيها، لأني كتير واجهنا تحديات لإنشاء، وحتى وصلت لمراحل يعني موضوع تالي يعني وملاسنات، ووصلت لأعلى مستويات. نحن كنا في برا ومتبع الاتحاد الوطني طلبة سوريا، والاتحاد الوطني طلبة سوريا مركزه بالشام، وكان المدير تبعه عمار سعد كان على ارتباط مع 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 مع, مع رأس النظام يعني. واللي كان مستلم الاتحاد الطالبة في ألمانيا يعني كان محسوب عليهم يعني. ونحن بنساوي هذا المؤتمر، وللأسف يعني كان هو في كتير معارضة لأنه بده يطلع باسمه، ونحن ما حبينا نطلع باسمه، لازم نحن اللي الناس اشتغلت تطلع باسمه يعني. فكتير الموضوع أخذ وجذب ووصل لأعلى المستويات، ولحتى يعني بالنهاية لحتى صار في انتخابات جديدة للقيادة الاتحاد الطالبة، وزحنا القيادة القديمة واستلم القيادة الجديدة حتى نقدم ونعمل المؤتمرات. فكان هذا الملتقى العلمي جدا جدا من إنجازات فارقة بحياتي، والشباب اللي كانت موجودة فيه كان من الشخصيات المهمة اللي كتير تأثرت فيها وأثرت فيني. دكتور عمار الله يفك أسره، دكتور شادي، ودكتور أبو الطيب، دكتور رامز، دكتور دريس، في كتير يعني شخصيات موجودة كانت إلى يعني كنا نقعد بالساعات نتناقش في المواضيع العلمية ومواضيع حتى الاجتماعية. كان كل يوم عنا صلاة الجمعة نصليها في جامعة برلين التقنية في المصلى، ونخرج على المنزل تبع الجامعة ونقعد ساعتين أو ثلاث ساعات نتناقش في كتير مواضيع يعني، وكتير وهالتناقح الأفكار كلها كانت معززة وكانت مفيدة للشخصية. نعم. طيب ما هو مجال عمل الحالي، المجال الذي تعمل به والخبرات اللي تمارسها في مجال عملك الحالية الاستفادة منها؟ قد هنالك باحثين يعني يتشاركون بنفس الاتجاه والاهتمام البحثي والوظيفي يعني، فلو يعني تفصل لنا في مجال عملك الحالي. أشكرك على سؤالك دكتور سيف. بالنسبة لعملي الحالي، أنا حال في شركة وطنية النفط موجودة في قطر، وفي اختصاصي في جيوكيمياء نفط وغاز. كما ذكرت منذ قليل، البتروليوم جيوكيمستري هو عملية فهم تشكيل النفط، كيف تشكل النفط والغاز في باطن الأرض، وكيف تحول من أورجانيك ماتيريال إلى ليكويدز وفلويدز، وكيف تحول من مكان إلى آخر واستقر
بالنهاية في الخزانات الطبقات النفطية اللي بعدين صار في حفر آبار نفطية واستغلالها واستخراج نفط منها. الجيوكيمستري موضوع تطبيق الكيميكال برينسيبلز في الجيولوجي. النفط ممكن كثيرين ما بيعرفوا أو ممكن بيعرفوا هو عبارة عن بروتين. يعني الأورجانيك ماتيريال لتشكيل النفط أكبر النظريات في تشكيل النفط هي نظريات بتقول على الأصل العضوي للنفط. معنى الأصل العضوي إنه النفط مشكل من المادة العضوية. المادة العضوية تأتي من الأحياء الموجودة على سطح الأرض أو حتى في البحر. مثلاً في الغابة الأزمان كان الديناصورات موجودة، فتحول هالديناصورات بعد موتها وانقراضها في عصر الجوراسيك قبل حوالي 400 مليون سنة أو 350 مليون سنة، فانطمار هل الأحياء الضخمة هي بهي الكميات الضخمة هي مع مرور الزمن والضغط والحرارة فتحولت المادة الحيوية إلى مادة عضوية، ومن ثم انطبخت الكوكينج في الكيتشن انطبخت هذه المادة العضوية وتشكل منها الفلويد لأن البتروليوم النفط والغاز في مكان يسمى الصخر الأم السورس روك، ومن ثم تم هجرة النفط والغاز من الصخر إلى الصخر الخزان واستقر هناك لحتى تم استثماره واستغلاله عن طريق الآبار النفطية. بما أنه النفط عبارة عن مادة عضوية فموضوع نقل المواصفات أو الكاركترستيكس الموجودة في المادة الحيوية إلى النفط هذا مهم جدا وهو أصل الجيوكيمستري. فالجيوكيمستري يعنى ب what we call it biomarkers المؤشرات الحيوية. المؤشرات الحيوية هي الموجودة في المادة الحية واللي انتقلت إلى المادة العضوية وحافظت على الأساس السكيلتون تبعها. فعلى سبيل المثال في عنا بعض المركبات مثل الكلوروفيل المادة المشهورة لموضوع التمثيل الضوئي واليخضور وتحويل الطاقة أو الشمس إلى غذاء. فالكلوروفيل هو عبارة عن سلسلة سايد تشين من المركبات الكربونية وفي بنهايتها كربون معقد من المركبات الكيميائية. فهالكلوروفيل عندما ينتقل من المادة الحية سواء كان البلانس أو سواء كان بالمادة الحية الديناصورات أو الأحياء إلى المادة العضوية فهو بيفقد جزء من السلسلة الكربونية تابعته فعل الضغط والحرارة فبصير في تكسير في الروابط الكيميائية ولكن يحافظ على السكيلتون الهيكل الأساسي اللي موجود في المادة الحية اللي بتنحفظ في النفط. فذلك في الجيوكيميكال توز الأدوات الجيوكيميائية تبع التحليل نحلل فيها فنحن بنستهدف هاي المركبات الكيميائية البايو ماركرز فبنشوف انه هل البايو ماركر موجود في هذا النفط. اذا كان موجود فبنشوف نحن الباك اتريبيوتد تو ويتش ايج تو ويتش فورميشن فنحن بنعمل له ارجاع انه هل السكيلتون الموجود كان موجود في عصر الكريتاسي مثلا حوالي 200 مليون سنه معناته النفط الموجود هو عمره 200 مليون سنه مش اقدم من هيك. ممكن يكون في عندنا بايو ماركرز ثانيه موجوده من 500 مليون سنه مثل الباليزويك فهو كمان في عند بعض الاحياء موجوده في هذاك العصر. فنحن موضوع البايو ماركرز بيعطيك اللي بنقوله نحن بالعلم الجيوكيمي هو الفينجر برينتس والبصمه. فمثل ما معروف انه الاحياء والناس البشر كل واحد عنده بصمه مختلفه عن الثاني الفينجر برينت نفس الحاله بالنسبه للنفط يعني سبحان الله خاصه نعم نعم ابرز التطبيقات للفينجر برينت الفينجر برينتينج هو عباره عن الايدنتيكال يعني مثل ما حضرتكم في اوريد عم تعملوا اي دي خاصه لكل باحث بتميزوا عن باحث ثاني برقم بنشاط بمعامل تواصل. فالنفط نفس الشيء في عندي شيء اسمه فينجر برينت لهذا النفط مميزة عن النفط الثاني أو عن الباقي أنواع النفط الثاني. تطبيقاتها كتير كبيرة. ليش تطبيقاتها كبيرة؟ لأنه هي طريقة ممكن تقول هي زيرو كوست يعني very very cheap مقارنة مع التولز الثانية الموجودة حاليا في قطاع النفط. يعني على سبيل المثال أنا في بعض تطوير لحقل نفطي وعم انتج من هذا البئر بعض النفط من طبقة
اي تعتبر نعم. طبقه الف نعم. الجيولوجيين والجيوفيزيائيين والريسيرفور انجينيرز بيعملوا لك حسابات انه انا في هذه الطبقه النفطيه طبقه اي في عندي فلنفرض 100 مليون برميل نفط نعم. انا عم اعمل ساك عم اعمل انتاج من هذا النفط بمعدل 5000 برميل يوميا فرضا نعم. فانا بيعملوا حسابات انه انا النفط الموجود في هذه الطبقه بما ديني مثلا خلينا نقول 30 سنه اذا انا تميت على نفس المستوى. بعد فتره بيعملوا ريفيو للريزرفوار وللريزرف الموجود للخزان النفط الموجود فبيشوفوا انه ما عم نقص عندي النفط الموجود بانه بعد 5 سنوات انتاج المفروض يكون انا عندي مثلا ما كان عندي 100 مليون برميل صار عندي مثلا 70 مليون برميل ولكن النتائج والقياسات بتقول لا انا عندي اكثر عندي 80 مليون شو معناته؟ معناته انا في عندي شيء ثاني عم اضيفه على النفط الموجود في الطبقه A. ففي عندي طبقه نفط من طبقه B مثلا عم يدخل الطبقه A وينتج منه فانا ما عم منتج بس من طبقه A عم منتج من طبقه ثانيه. بهالحاله هنا بيعملوا تولز وبوقفوا الانتاج وبنزلوا اجهزه للقياسات وكذا كبي ال تي. فقياس واحد من القياسات بتكلف حوالي مليون دولار للشوت 1 يعني وان شوت. نحن بيجي لكم السريب كل اللي بدنا بناخذ عينه من السطح عينه نفطيه بنعمل لها فينجر برنت تحاليل وبنعمل كورليشن مع النفط A ونفط B فبنقدر نعرف انه نحن النفط المنتج من السطح هل هو A ولا B ولا هو ميكس. اذا هو مزج بين الاثنين كمان نحسن نقدر نعمل الحسابات 60 في 40 او 70 في 30 وبطريقه كثير سهله وكثير بسيطه بالضبط. فنحن بنعمل كالكوليشن حتى لاربع او خمس مصادر يعني ممكن نعمل نحن ريكالكوليشن بنسميه باك الوكيشن للنفط السطح. من التطبيقات الثانيه موضوع الليكينج في بعض الابار في عندك تهريب نفط بيكون موجود وبطلع على السطح انا لازم اعرف من مصدر هذا التهريب او مصدر هذا الليك التسرب لحتى اعرف اعالجه. فمن اهم الادوات لتعرف انه منين مصدر النفط انك تعمل تحاليل. فالتحليل في جابرنت بيعطيك من اي طبقه انت هذا النفط متسرب. وفي تطبيقات كثير صارت والحمد لله اثبتت نجاعتها بهالموضوع. في كثير تطبيقات يعني من احد التطبيقات الموجوده انه في الحقول النفطيه العالميه في حق النفطي مثلا متشارك على اكثر من شركه للانتاج بحصص مختلفه. شركه الف حصتها 30%، شركه ب حصتها 40%، والشركه ج حصتها 20%، وشركه س عند اكثر من شركه. فلازم يعرفوا النتيجه انه كم الانتاج ولحتى تتوزع الحصص. وخاصه كان عندك اكثر من حقل مربوطين على نفس البايب لاين فالفينجر برنت يحل المشكله بابسط التكاليف. فموضوع الفينجر برنت هو موضوع يعني جدا حلو. في حاليا في الشركه ما كان امبيدد يعني بالورك والحمد لله بعد ما دخلنا وجبنا الاجهزه فصار الموضوع كثير له اهميه وتطبيقاته كثير متشعبه في حقول البريه والبحريه في قطر وفي دول الخليج كله بشكل عام. نعم دكتور حضرتك الان رئيس التنفيذي لنظام عليم للتعليم الالكتروني لمنصه اريد وان شاء الله سيتطور النظام. كيف ترى يعني هذا النظام؟ ما هي الاستراتيجيه التي تعمل على تطويرها في هذا النظام؟ بالنسبه لنظام عليم بدايه نشكر ثقه الدكتور سيف واعضاء مجلس الاداره على تسميتنا لإدارة نظام عليم في هذه الفترة. نظام عليم مثل ما حضرتك تعرف والمتابعين هو نظام تعليم إلكتروني موجود في منصة أريد. بقدم المحاضرات وورشات العمل ودورات التدريبية لمنتسبي المنصة والمنسوبي المنصة والأعضاء فيها بمختلف المجالات. في المجالات الإنسانيات، المجالات العلمية، مجالات ملتقيات ثقافية كانت موجودة. في كم هائل من المعلومات موجود، في محاضرات كثير، في هاي ستاندرد ليكتشرز موجوده، في عندنا محاضرين من كل الاختصاصات، المحاضرات متنوعه متوزعه، النظام ساير بشكل كثير جميل وكثير حلو. النقطه ممكن يكون الفجوه اللي انا شفتها بنظام عليم هو موضوع مؤسسه النظام بشكل اساسي. يعني نظام عليم بتلاقي محاضرات بمئات، ورشات العمل بالمئات، الدورات التدريبية بالمئات، وفي عندك أقبال وفي عندك جهد ملحوظ ومشكور وجبار في النظام، والنظام مهيكل بطريقة جيدة جدا يعني. لكن
موضوع مؤسسة النظام وحوكمة النظام أنا شفتها مفقودة بنظام علي بشكل أساسي، بمعنى أنه أنا كيف بقدر كإنسان خارجي، خلينا نقول إذا فرضنا حاليا جبنا أوديت مثلا، شركة تعمل أوديت للنظام علي، فأول سؤال تسأله الشركة أنه وين البروسيجر أو العمليات الإجرائية اللي أنتم بتسويها بالنظام؟ أنت بدك تعمل محاضرة، وين الدوكيومنت اللي بيقول لي انه شو هي الخطوات المتبعه لاجراء محاضره او استقبال محاضره ونشرها؟ فهذا لازم يكون دوكيومنتد في ملف، في دوكيومنت معين ومختوم وممهور من التوب مانجمنت للنظام وللمنصه بشكل عام. فموضوع الحوكمه وموضوع الكواليتي مانجمنت، كواليتي اشورنس، كواليتي كنترول، ممكن الايزو وغير الايزو، بيعتمد على موضوع الدوكيومنتيشن. فالنظام عليم نظام ماشي بشكل كويس، ولكن ما في دوكيومنتيشن بتاسس للنظام سواء حاليا او مستقبلا. بمعنى انا حاليا موجود في النظام وانا عارفان كيف يشتغل النظام، ولكن انا بكره مشيت اجي شخص ثاني بداني، هالشخص الجديد كيف بده يعمل، كيف بده يعرف كيف بده يمشي النظام؟ اذا ما في عنده دوكيومنتيشن خطوه بخطوه، الورك انستراكشنز الموجوده، شو هي جايد لاينز الموجوده، شو هي البروسيجرز اللي انا لازم امشي عليها، فانا بضيع. فاي انسان المفروض، يعني اي مؤسسه بتعمل بشكل مؤسساتي، بتعمل بشكل محوكم ومنظم، لازم يكون في عندها بروسيجرز معينه تمشي عليها كل خطوه بخطوه، حتى انه تغير الشخص يجي الشخص بديل نفس الاجراءات متبعه، ما يتغير اي شيء. فنحن عم نشتغل بنظام مؤسساتي، ما عم نشتغل بنظام شخصي. فالدكتور طب هي النقطه اللي عم نشتغل عليها. نعم، وموضوع المؤسسه هو الاساس في النظام. الموضوع الثاني هو موضوع تنويع المصادر التعلم. مصادر التعلم موجودين هي من المحاضرات والورشات، جود طيب، ولكن يحتاج الى نوع من التطوير، نوع من اعاده التقسيم، نوع من التخصص. بمعنى انه في نظام عليم حاليا دخول المحاضرة وخروجها، يعني ما في اطر تحكم الموضوع. يعني احد الافكار اللي عم اشتغل عليه في موضوع نظام عليم هو موضوع تأسيس لجنة في النظام، الماستيرنج كوميتي، هي لجنة توجيهية او لجنة القيادة والتوجيه في نظام عليم. لجنة القيادة والتوجيه لازم تكون الأعضاء تبعها هن من التوب مانجمنت في المنصة والنظام. ليش لازم يكون توب مانجمنت؟ لأن الشخص الموجود في هذه اللجنة لازم يكون في عنده رؤية شاملة لكل المنصة، لكل الانتيتيز تبع المنصة، سواء نظام عليم، سواء موضوع البودكاست، سواء موضوع المحفل العلمي، سواء موضوع القرية العلمية، فعنده رؤية شاملة عم يطلع على المنصة من فوق. فذلك اي خطوه او اي خطه لازم تنعمل لازم ما تتقاطع او ما تتعارض مع خطط اخرى. فلذلك لازم يكون في هاي اللجنه اعضاء مجلس اداره، الدكتور سيف لازم يكون مثلا موجود، الدكتور عبد الرازق مع حفظ الالقاب بتكون موجود، رئيس الهيئه الاستشاريه العليا، رئيس الهيئه الاستشاريه العليا الدكتور عبد الرازق مختار، الدكتوره هند مثلا موجوده بالاداره اللجنة التنسيقية. الدكتورة هلن في اللجنة التنسيقية، والدكتورة مالية في الإدارة اللجنة اللوجستية. فلذلك ورئيس نظام عليم جزء من المنظومة. فهي الستيرنج كوميتي هي تحط الخطة الاستراتيجية للنظام لمدة 3 أو 4 سنوات للأمام، تشوف الخطط الترينس الموجودة في العالم في كل العلوم في كل الاتجاهات، وتقدر تعمل خطة لمدة 3 سنوات. بعد الخطة بتنزلها على لجنة أخرى، هي لجنة التكتيكال كوميتي أو الساينتفك كوميتي. الساينتفك كوميتي هي عبارة عن الاس ام ايز، السبجكت ماتر اكسبيرتس الموجودين في عدة تخصصات، بحاجة لتشكيل لجنة من عدة تخصصات، الإنسانيات، العلوم التربوية، العلوم الشرعية التطبيقية، بالذكاء الاصطناعي، في كل ريادة الأعمال، في التخطيط الاستراتيجي، في كل هالمجالات هي. نحدد العلوم، نحدد الاتجاهات البحثية الموجودة، وناخذ اشخاص اكفاء من اعضاء المنصه نحددهم كاس اميز في هاي اللجنه، هي استشاريه او لجنه الساينتفك كوميتي. مهمه هاي اللجنه هي عباره عن وضع الخطه العمليه، الاوبريشنال بلان، الخطه الاستراتيجيه اللي وضعت من الهيئه، من لجنه الستيرنج كوميتي، لجنه القياده والتوجيه. فاي مدخل للنظام، اي محاضره،
اي ورشه عمل لازم تمر عن طريق اللجنه الساينتفك كوميتي وبتروح للناس المختصين. اذا كانت محاضره في الانسانيات بتروح للجنه الانسانيه للعلوم الانسانيه، اذا كان تطبيقيه بتروح للجنه العلوم التطبيقيه، في رياده الاعمال لو كذلك. فذلك تخصيص العمل هذا اولا مور افكتيف، يعني بيعطيك مجال اكبر للاعطاء وبنفس الوقت تايم كمان افكتيف، ما بيعطي انت ما في تايم كونسيومينج، الوقت بيكون عندك انت محدد في 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 اتجاهاته وفي مكانه. شنو اللي تعتقد النظام يتميز به عن اقرانه من الانظمه التعليميه في العالم؟ يعني ما هي الميزه التنافسيه اللي يتميز به نظام علي بطلع ما شفته من ضمن الاداره عن باقي الانظمه الموجوده يعني حاليا في العالم باللغه العربيه؟ نعم، قد يكون نظام عليم هو الوحيد اللي ممكن يعطي كافة المصادر التعلم في اللغة العربية. يعني ممكن يكون في أنظمة تانية موجودة مثلا لينكدين ولا غيرها، في عندك هايبرد يعني بكل اللغات، اللغة العربية اللغة الإنجليزية واللغات الثانية. ممكن تكون اللغة العربية مش هي اللغة الأم، مش هي اللغة الأساس، لذلك التركيز عليها والاهتمام فيها ما راح يكون بهالقدر اللي بيكون بس المنصة خاصة أو نظام خاص للغة العربية. فبتوقع هي أكبر ميزة وأهم ميزة تنافسية في نظام يعني، فلذلك لازم يكون التركيز عليها وتطويرها بشكل أكبر. ميزة تانية هي موضوع هيكلة النظام نفسه كويب سايت يعني، فبتحس التبويب مرتب ومنظم، المحاضرات موجودة وتنسيقها بشكل كويس. حاليا في عندك موضوع نظام التقييم لكل محاضرة، فهذا كمان بيعطي انطباع انه هل المحاضرات على مستوى المأمول بالنسبة للمنسوبي المنصة تريد او لا، او كيف لازم يكون واحد يتحرك بموضوع تطوير هالموضوع المحاضرات والورشات العمل. المواضيع نفسها، مواضيع الورشات والمحاضرة هي مواضيع متنوعة ومن مختلف المجالات، ف ما أنا مخصصة بالعلوم التطبيقية لحالة أو العلوم الإنسانية لحالة أو العلوم، فهي عبارة عن واسع، فذلك هي بتشمل طيف واسع ممكن يشمل 120,000 عضو موجودين في منصة بكل أطياف وبكل أريحية. فهي كمان ميزة جدا جدا كويسة وتنافسية وحلوة في 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 نظام عليم. وفي كتير ميزات للنظام، ولكن ممكن يعني تحتاج شوي تطوير بمجال إنه ربطها باحتياجات الأعضاء. على سبيل المثال يعني المحاضرات ممكن أعداد الحضور يوصل مثلا 100 أو 120 أو 150 أو حتى مثلا 200 عضو، لكن حتى لو كان 200 وهن عدد المحاضرات قليلة اللي وصلت لـ 200، بس حتى عدد 200 وعدد قليل يعتبر بمقارنة مع 120,000 عضو الموجودين في المنصة. طبعا أكيد أنا ما راح 700 محاضرة كل الأقسام ما شاء الله. فهذا فأنت ما بتتوقع، أكيد ما راح تتوقع أنه كل 120,000 يحضروا محاضرة، ليش؟ لأن كلهم باختصاصات مختلفة ومتنوعة، ولكن قدر الإمكان أنت تحصل الحد الأدنى من 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 من, من الحضور للمحاضرة والتفاعل. فهي الشغلة يعني بتوقع انه في بعض النقاط او الحلقات المفقودة بين النظام وعمل النظام وبين احتياجات المنسوبين المنصة. فبتوقع الجسر اللي هو هي والفجوة هي احد التحديات الكبيرة الموجودة اللي بنحاول نشتغل عليها ان شاء الله في ادارة نظام عليه في المرحلة القادمة. جسر هالفجوة بتوقع انه بده يعطي بزخم كتير كبير للنظام واذا منصة بشكل عام مستقبلا. حضرتك دكتور بتعرف ان تشخيص المرض هو اهم من علاجه في فانت تشخص ان الفجوه الموجوده كيف تحاول بعدين تعالجها، هذا بيعطي بتوقع الاستمراريه للمنصه والكفاءه الاعلى. وان شاء الله يعني بجهود ان شاء الله المخلصين الموجودين في الاداره ان شاء الله ممكن نشخص المرض ونقدر نحله ان شاء الله ونعالجه. جميل، جزاك الله خير. ما هي النظرة المستقبلية للحركة العلمية؟ كيف تقيم الاهتمام الدول المتقدمة بالبحث العلمي ومنها طبعا دولة قطر؟ يعني دولة قطر لها إسهامات كثيرة في الأمور البحثية ومنها جامعة قطر، فكيف ترى اهتمام هذه الدول بموضوع الجامعات البحثية؟ وأين ستؤول الأمور؟ أين ستكون الأمور مستقبلا؟ والله دكتور سؤال يعني سهل ممتنع.
نعم. ممكن نحطه بالإطار هذا. الحركة العلمية العالمية حركة متطورة وماشية باتجاهات سريعة وباتجاه متقدم وبخطة سريعة وهائلة. نعم. مقارنة مع الحركة العلمية والبحثية الموجودة في الوطن العربي أو في البلدان الناطقة باللغة العربية. أتوقع أنه التطور البحث العلمي موجود في دولنا طبعا هو أقل بكثير من الدول الغربية، ولكن مع هيك بخطى شوي ممكن تكون متسارعة قليل فقليل حسب الدول. يعني في بعض الدول المستقرة مثل دول الخليج العربي مثل دول شمال أفريقيا، الدول المستقرة نوعا ما هي أكثر خلينا البيئة تكون آمنة لموضوع تطوير البحث وتطوير الحركة العلمية. البحث العلمي طبعا مدرسة البحث العلمي أو البيت البحث العلمي هو الجامعات، فالجامعات هي خلينا نقول أم الأبحاث أم الحركة العلمية. الجامعات التقليدية الموجودة عندنا في بلادنا هي موضوع بس بالتدريس، مقررات دراسية وظائف وكلاوزورات أو كويزات ونقطة انتهى، بس عبارة عن تعطي الشهادة بالنهاية أنه فلان أخذ الشهادة ومشي. يعني ما في عنده تطوير بموضوع الأفكار، بموضوع الأبحاث، بموضوع براءات الاختراع. يعني المؤشرات الكي بي آيز الموجودة حاليا بتقييم الجامعات هي مش بس عدد الطلاب أو عدد المدرسين، هي عدد مثلا المنشورات البحثية، هي عدد براءات الاختراع اللي طلعت من الجامعة، هي عدد المشاريع التطبيقية اللي هالجامعة بموجب الأبحاث للطلاب قدمت مشاريع مفيدة للبلد ومفيدة للإنسانية بكل المجالات الإنسانية والتطبيقية وكل المجالات الثانية. فهالترند الموجود حاليا الماشي في العالم هي موضوع الجامعات البحثية، يلي بالمناسبة احنا مصر أريد على إطلاق جامعة أريد للدراسات العليا، فهي خطوة جدا جدا رائدة وجدا ممتازة وبتكون إن شاء الله فاتحة خير و تكون كمان من رواد الجامعات في الوطن العربي في المجال البحثي. فالجامعات البحثية هي الجامعات اللي تهتم بالبحث العلمي وبتهتم بموضوع تطوير المنتجات، بحيث هالمنتجات هي يكون في عندها end user، يعني في النهاية تروح لمستفيد، تروح لمستهلك، مش بس أنا عملت بحث لمجرد البحث، هالبحث ممكن أنا بعدين أطوره لبروتوتايب، والبروتوتايب ممكن أشكله كمنتج يفيد المجتمع بكل المجال، حتى ولو ما كان منتج مادي ملموس. ما شرط أنا أشكل مثلا سيارة أو حتى أطور مثلا آلية معينة، هالشيء هذا كتير ممتاز وكتير جيد، ولكن حتى ولو تطوير حل مشكلة. إذا أنا عملت مجموعة بحثية ناقشت مشكلة من المشكلات الاجتماعية الموجودة في أوطاننا حاليا، وهل المجموعة البحثية خلصت لإجراءات وخلصت لحلول وخلصت لتوصيف وحل للمشكلة وطبقت في أحد المجتمعات وأثبتت نجاعتها، فهي حد ذاتها هو منتج. فالمنتج هو يكون أي شيء مفيد للمجتمع في أي مجال، سواء اجتماعي سواء اقتصادي سواء علمي سواء تطبيقي سواء أيا كان. فالترند الحالي موجود عودة لسؤالك دكتور هو الجامعات البحثية. فالجامعات البحثية هي ممكن تكون العصب الحركة العلمية مستقبلا، وكلنا شايفين موضوع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي وموضوع المشين ليرنينج وموضوع فالعلم لا يتوقف عند أحد والأبحاث لا تتوقف عند أحد. فنحن إذا وقفنا بهالمكان الناس بتسبقنا بأزمان وبأجيال، فبتوقع أنجع وأسرع وأفضل طريقة لموضوع ردم أو محاولة ردم اللي هو العلمية ومحاولة خلينا نقول الملائمة ومواكبة التطور العلمي الموجود هو الجامعات البحثية. نعم. كيف تعطي أو كيف تقيم منصة أريد العلمية كمؤسسة علمية تعنى بالبحث العلمي، تعنى بالباحثين علماء خبراء ناطقين باللغة العربية؟ كيف ترى منصة أريد وضعها الحالي ومستقبلها؟ نعم. منصة أريد منصة رائدة بالفعل. حاليا هذا الطفل أتم عمره الثامن وبدأ بالتاسع،
والحمد لله في حوالي 120 ألف عضو منتسب للمنصة في كل المجالات كل الأطياف. المنصة في هذا المضمار منصة ناجحة بكل المقاييس. يعني فكرة المنصة بحد ذاته هو فكرة أبداعية. إنشاء المنصة بحد ذاته وجعله مشروع واقع الأرض هو إنجاز جدا جدا رائع. ولكن مثل أي عمل الاستمرارية هي أصعب من البدء. موضوع الإطلاق أطلق المشروع ومشي وعطى نجاح وعطى صدى. الاستمرارية هي أنك كيف تحافظ على المستوى العالي اللي بدأت فيه. لأن موضوع المحافظة على المستوى أصعب موضوع أنه بدأ العمل الجديد. منصة أوليد منصة متطورة، منصة عم تنمو كل يوم بيوم، منصة عندها مشاريع جديدة ومشاريع رائعة جديدة وريادية. حكينا من شوية على الجامعة أريد الدراسات العليا، موضوع مشروع القرية العلمية موضوع مشروع جدا جدا مبهر حقيقة. يعني إذا لقى الحاضنة على الأرض أو الدولة أو ممكن المؤسسة اللي تتبنى، فبتوقع أنه بده يغير ممكن وجه الحركة العلمية في الوطن العربي كله. مشروع رائد بكل معنى الكلمة. في حاضنات مراكز أبحاث موجودة هنا وهناك، مثلا في قطر موجود عندنا واحد قطر للعلوم والتكنولوجيا، هي بتحوي على مراكز أبحاث لعدة شركات موجودة في حول العالم. في شركات للطاقة، في شركات للآي تي، في شركات في مجال المياه، في حتى شركات في مجالات أخرى. ولكن التحرك تبعها والمحدد بمحددات معينة. في السعودية في الظهران فالي كمان الموضوع من شركات متعددة موجودة مركز أبحاث. ولكن القرية العلمية الكونسبت تبعها شوي مختلف. الكونسبت تبع القرية العلمية هو يعني مور ادفانسد، يعني تحس انه التارجت تبع القرية العلمية هو تارجت كتير عالي. فلذلك الاطلاق مشروع القرية العلمية بحد ذاته هو انجاز ضخم وانجاز كتير كبير. فلذلك انا يعني ادعو حضرتك والقائمة على المشروع انه التمهل والتريس قبل الاطلاق، بحيث انك تعرف كل الاساسيات وتحافظ على كل خلينا نقول تبلش صح. لأن إطلاق المشروع ولا سمح الله بأي شيء يعني بحد من عمله، فبدي يعطي إنه انطباع سلبي جدا على المشروع بشكل كامل. وهو مشروع رائع جدا. مشاريع منصة أريد ما شاء الله يعني نعم نتحدث فيه حاليا، أريد كاست، أريد كاست يعني مشروع جدا حلو، يعني بوصل لكل الناس ولا السوشيال ميديا كلها ماشي بهالاتجاه تريندينج، إنه موضوع البودكاستينج وعلى اي ناس لقاءات ومشاريع مختلفه وانواع مختلفه من فمنصه اريد للامام. لكن يعني عذرا للكلمه، المفروض تكون منصه اريد اكبر من هذا الطموح. منصه اريد بدات بوتيره عاليه، وبتوقع في البدايه ما بعرف أنا كنت مخطئ أو لا، إنه كان التارجت إنه بعد 5 سنوات توصل لمليون باحث، كان التارجت المنصة خلال 5 سنوات. فنحن 8 سنوات و 120 ألف. فالفكرة لا عليها غبار أبدا، التطبيق الأولي ممتاز جدا. بس حاليا في بتوقع مشكلة موجودة ضمن موضوع النظام العمل المنصة، موضوع الربط بين العمل المنصة وأهداف المنصة وما تقدم المنصة وبين المستهدفين، سواء من الطلاب، سواء من أساتذة الجامعة، سواء من الباحثين، سواء من العلماء. ففي عنه حلقات مفقودة بالنسبة لموضوع الوصل. فأتوقع المنصة إذا بإعادة تقييم بسيطة ممكن تكون بمسيرة 8 سنوات مراجعة شاملة ممكن تحط إيدها على الوجه أنه نحن منصة أريد ماشي بهذا الخط. هذا الخط أثبت نجاحته لفترة محددة، ولكن يجب التغيير. فالتشينج مانجمنت هو إدارة. فأي وقت التغيير مطلوب، التغيير مطلوب بومشان فقط أنه أنا غيرت الشكل الخارجي. بالمناسبة تغيير اللوغو تبع منصة أريد هو حركة حلوة، يعني فهو تغيير جديد. ولكن التغيير هذا لازم يكون نابع من 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 من, من, من الصميم، نابع من قلب المنصة وله هدف.
سواء تطويري سواء توسيعي سواء أي كان، فلازم يكون في عنده هذا. فبتوقع المفروض بالمنصة حاليا تعمل مراجعة للثمان سنوات اللي مضت في نمر المنصة، وبناء عليه نعمل تقييم أنه السنوات القادمة كيف لازم تصير، كيف وجه المنصة كان، وكيف راح يصير وجه المنصة بعد أربع سنوات أو بعد خمس سنوات. تعمل خطة استراتيجية في كل الدول، خطة استراتيجية خمسية. بتوقع في كتير مؤسسات تعمل خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات أو حتى عشر سنوات. ليش ما منصة تريد تعمل خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات؟ كل خمس سنوات تعمل خطة استراتيجية وتعمل تقييم سنوي لها. فهي بتوقع خطة العمل هاي ممكن تعيد ديناميكية المنصة وتعيد إحياء المنصة من جديد. وأكيد يعني أنا على ثقة إن شاء الله أنه البذرة صالحة، فأكيد أي جهد في توجيه المنصة وتطويره راح يلاقي أذان صاغية في كل المجتمع العربي. شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذه الاستضافة و على هذه المعلومات القيمة التي تفضلت بها، وإن شاء الله يعم النفع والفائدة في منصة أريد وخارج حتى منصة أريد. شكرا جزيلا لك. الله يجزيك خير دكتور، بارك الله فيك، وشكرا لك مرة ثانية على الشرف أعطيتنا إياه لحضور هذا اللقاء، وشرفتنا دكتور سيف، والله يبارك فيك إن شاء الله يا رب.